لحل الأزمة، مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول السودان. سوق سوداء للماء، الدفع مقابل قطرات الحياة. رأس السنة الأمازيغية بين الاحتفال والاعتراف وبين الحقوق والمطالب المنقوصة. برنامج اليوم مع باسل صبري ولين البوديري. صباح الخير، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج اليوم. صباحك خير يا باسل. صباح الخير يا لين. لدينا اليوم يعني حلقة منوعة مليئة بالملفات. ساعتنا الأولى ستأخذنا في البداية إلى ملف الأزمة الحالية في السودان، والتي دعا من أجلها مجلس الأمن الدولي لجلسة طارئة اليوم في جنيف، وذلك لبحث آخر التطورات والجهود لحل الخلافات القائمة بين الأطراف المختلفة. وبعدها سنتحدث عن أزمة مستمرة في الوطن العربي كله، الحقيقة أزمة نقص المياه في منطقتنا، والتي تترتب عليها أضرار في القطاع الزراعي والأمن الغذائي والتوزيع الديموغرافي حتى للسكان في المنطقة. وسيكون تركيزنا بالتحديد هنا على مناطق النزاع، حيث المعاناة الأسوأ مثلما في سوريا واليمن. ومن ثم سنتحدث عن الأمازيغ الذين يحتفلون اليوم برأس السنة الأمازيغية. نتعرف أكثر على ملامح الهوية الأمازيغية في بلدان المغرب العربي، وكيف تؤثر وتتأثر بالهوية العربية. نبدأ هذه الحلقة من السودان ومبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية هناك، بهدف بدء مفاوضات مباشرة، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، بطلب من 6 دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج. بالفعل المبادرة الأممية تتطلب بداية مشاورات فردية واسعة النطاق بين الفرقاء السودانيين، وتهدف للانتقال إلى مرحلة ثانية من المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة بين مختلف الأطراف. هذه المبادرة في الواقع لاقت ترحيبا محليا ودوليا على أمل تسريع المسار السياسي في البلاد، بينما أكد المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس أن الحل يعتمد على حوار السودانيين أنفسهم، ولن يكون إلا بالحوار فقط. المبادرة الأممية وجدت ترحيبا من مجلس السيادة الانتقالي فور إعلانها، والذي دعا إلى إشراك الاتحاد الإفريقي في المشاورات. القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم بريان شوكان قال إن بلاده تدعم الخطوة والحوار السوداني، وتبدي استعدادها للتنسيق مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية لحل الأزمة. الآن أصبحت الأمم المتحدة هي الضامن لهذا الحوار، وبالتالي انتفت ذريعة عدم الثقة في المكون العسكري، فمن المنطق لمصلحة البلاد ولمصلحة الفترة الانتقالية والعملية السياسية بأكملها أن يتوافقوا على برنامج عمل سياسي تمضي به الفترة الانتقالية نهاية. هذا التوافق هو الذي يدعو إليه رئيس مجلس السيادة منذ 26 أكتوبر. مكونات مدنية وسياسية أبرزها تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة رفضت الخوض في تفاصيل المبادرة ما لم تطرح صراحة خروج العسكر من المشهد السياسي. المبادرة المعلنة بواسطة السيد فولكر أو مندوب المبعوث الأممي أو المبعوث الأممي إنها يعني تضع الثوار والشعب السوداني في نفس الكفة مع السلطة الإنقلابية، عشان كده تكلمت عن حوار، ويتكلمت برضو عن مائدة مستديرة وبالتالي جلوس معهم، وده برضو مرفوض مبدئا. نحن هدفنا الأساسي الأول هو إسقاط السلطة، فكيف نجلس لنتحاور مع من نود إسقاطهم؟ تباينت الآراء داخل الأحزاب والتحالفات السياسية بين الترحيب والترحيب المشروط بالمبادرة الأممية، فيما يواصل الشارع السوداني تصعيده عبر تظاهرات معلنة ومجدولة لاستعادة الحكم المدني الكامل أولا وقبل أي اتفاق. مبادرة المبعوث الأممي يصفها مراقبون بمبادرة الفرصة الأخيرة للتوافق السوداني، فالحكومة ترى فيها مخرجا آمنا لها من أزماتها. أما الرافضون فيرون أن المبادرة لا تملك ضمانات لعدم الانقلاب عليها من قبل العسكر. تهاني إبراهيم، الحرة، الخرطوم.
إذن دعونا نتعرف الآن على أبرز الجهود الأمريكية في إنجاح المسار السياسي السوداني، ونبدأ هنا بالأحداث الأخيرة، حيث دعت واشنطن قادة السودان إلى احترام الديمقراطية في البلاد في إطار سعي إدارة الرئيس جو بايدن لمنع انزلاق الأمور في السودان إلى الفوضى من خلال التظاهرات والاحتجاجات التي تعم البلاد. أيضا دعت الترويكا المعنية بالسودان وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج إضافة للاتحاد الأوروبي لتجنب تسمية حكومة جديدة من طرف واحد بعد إعلان استقالة حكومة عبد الله حمدوك. أيضا كانت الولايات المتحدة قد أعلنت خلال الفترات الماضية التزامها بدعم الانتقال السياسي في السودان، مؤكدة أن دعم واشنطن يعتمد على التزام قادة السودان بالنظام الانتقالي المتفق عليه في الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام. أيضا تضمنت جهود واشنطن تقديم مساعدات مالية بقيمة وصلت إلى 700 مليون دولار للحكومة الانتقالية، وكذلك رفع اسم السودان من قائمة الحظر، وبالتالي فتح البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية. وللمزيد من النقاش ينضم إلينا الآن عبر سكايب المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ. أهلا بك وصباح الخير في البداية سيد سامويل. إذا نتحدث عن مبادرة أممية جديدة اليوم ترمي لإنقاذ السودان من أزمته، في البداية ما هي أبرز العناصر التي تعتمد عليها هذه المبادرة اليوم؟ نعم، إذا أولا صباح الخير وشكرا للاستضافة. نعم، الولايات المتحدة ترحب هذه المبادرة من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة ستدعم هذه المبادرة لأن الولايات المتحدة في نهاية المطاف تدعم رغبة الشعب السوداني في انتقال الديمقراطي. والآن نحن ندعم كما ذكرت ندعم الأمم المتحدة، ونرى أن لازم كل الأطراف السودانية أن تشاركوا في هذه المبادرة مع الأمم المتحدة، لأن في نهاية المطاف الأمم المتحدة تقوم بتسهيل العملية بين السودانيين. إذا في نهاية المطاف لازم تكون العملية الانتقالية الديمقراطية تحت قيادة مدنية سودانية، ليست تحت أي طرف آخر. طب أستاذ صامويل، يعني عندما نتحدث عن المبعوث الأممي أنه لم يضع إطار زمني لهذه المبادرة، ما هو توقيت يعني أو توقعك للمدة التي قد يستغرق هذا الحوار؟ نعم، إذا أنا لا أريد أن أضع توقيت معين بالنسبة هذه العملية، لأننا نعرف أن الانتقال إلى الديمقراطية ليس طريقة سهلة، ولذلك الولايات المتحدة ستستمر في دعم كل الأطراف السودانية في الجلوس على الطاولة وجلوس مع الأمم المتحدة. والآن لدينا مناقشات ومحادثات مع كل الأطراف السودانية، وفي كل هذه المحادثات ومع كل الأطراف السودانية الولايات المتحدة تؤكد على ضرورة قوة الأمن أن امتناع أن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين، ورفع حالة الطوارئ، وإفراج عن المعتقلين السياسيين. وفي نفس الوقت نعرب دعمنا لهذه المبادرة الأممية. إذا في كل هذه الحوارات ومباحثات لدينا مع السودانيين نحن نقول نفس الشيء للكلهم. طيب بالتوازي مع هذا الحوار، هل من الممكن أن نتوقع أيضا قرارا أمميا يرفع ربما من الضغط على الأطراف المختلفة للتوصل إلى اتفاق؟ إذن أنا لا أريد أن أستبق أي قرار من المجلس الأمن أو أي قرار من الولايات المتحدة. كما تعرف الولايات المتحدة الآن نحن نبحث كل الخيارات المتاحة لدعم الانتقال الديمقراطي ولدعم الشعب السوداني الذي عربوا عن رغباتهم للانتقال الديمقراطي. إذن أنا لا أريد أن أستبق أي قرار أو أستبق الحوار سيكون اليوم في الأمم المتحدة، ولكن نعم الولايات المتحدة ستستمر في دعمنا للشعب السوداني. أيضا أستاذ صامويل، كانت هناك مطالب سودانية بالتحديد لما بات يعرف بلجان المقاومة بأن يتم إبعاد الجيش عن المشهد السياسي بالتحديد، يعني هل هذه الفكرة واردة حتى في الفترة القادمة؟ إذن في نهاية المطاف لازم يكون الحل بين السودانيين، والولايات المتحدة ترى أن بالنسبة للإعلان الدستوري 2019 لازم هذه العملية الانتقالية الديمقراطية تكون تحت رعاية المدنيين. إذن لذلك أي حكومة سودانية مستقبلية وأي رئيسها لازم تتمتع بالمصداقية من الشعب السوداني.
طيب كيف ترون الاحتجاجات المستمرة حتى اليوم في الشارع السوداني؟ ما هو دورها في رأيكم ودور المواطن السوداني في تغيير المشهد السياسي في السودان؟ إذن على الشعب السوداني أن يتكلموا حول دور هذه الاحتجاجات، ولكن من وجهة نظرنا نحن ندين بشدة أي عنف ضد المتظاهرين السلميين، ولازم الجيش، الحكومة، أي سلطة في السودان تسمح التجمع السلمي بدون أي قيود بالنسبة للشعب السوداني في شوارعهم. يعني نشكر مداخلتك معنا المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية أستاذ صامويل ويربرغ، شكرا جزيلا لك. أيضا فيما يستمر التجاذب بين الأطراف السياسية داخل السودان، يواصل الشارع فعاليته الاحتجاجية، حيث تبنت لجان المقاومة إطلاق مظاهرة في 12 يناير، المظاهرة المليونية لمطالبة بالحكم المدني وتنديد بالعنف الأمني ضد المتظاهرين السلميين، والذي نتج عنه مقتل 63 شخصا وإصابة المئات منذ 25 أكتوبر الماضي. إلى جانب الإصابات، أدانت جهات دولية ومنظمات حقوقية اعتقال الأجهزة الأمنية للمتظاهرين السلميين، في حين أثار مشهد تكرار هجمات قوات الأمن على المنشآت الطبية لاعتقال مصابي الاحتجاجات في السودان سخطا بين الكوادر الطبية، وهو ما يراه مدير مستشفى الخرطوم التعليمي الفاتح عبد الله أمرا لا أخلاقيا. هذه الحوادث بتاعت مستشفى الخرطوم، مرضى منومين في السراير اللي انتم شايفينها والدكاتره قاعدين، وبيتم الهجوم علينا بالبمبان يطلقوا الغاز داخل، وداك اثر هناك اثر بتاع واحده من الطلقات بتاعت الغاز على المرضى وعلى الدكاتره وعلى هنا يعني وعلى العاملين، شيء طبعا لا اخلاقي ولا انساني ولا مقبول. بعد قليل مشاهدينا سنفتح ملف السوق السوداء للماء، النقود مقابل قطرات الحياة، ابقوا معنا. يركز العالم اليوم على قضايا المناخ وأهمية الحد من التغيرات المتسارعة المرتبطة به، وأبرزها طبعا ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من أزمات كالجفاف ونقص المياه. بالفعل يعد الشرق الأوسط من أكثر المناطق تضررا من تغيرات المناخ، وذلك بحسب اللجنات الدولية المعنية بتغير المناخ في الأمم المتحدة، والتي تؤكد أن نقص المياه في منطقتنا يترتب عليه أضرار عديدة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي والتوزيع الديموغرافي للسكان في المنطقة، حيث يعيش نحو 5% من سكان العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين أنها تحتفظ بنحو 1% فقط من إجمالي موارد المياه العذبة. إذن نقص المياه يضر بالزراعة والأمن الغذائي، كما أنه قد يكون سببا للصراعات من جهة وضحية للصراع من جهة أخرى، حيث تشير مدونة البنك الدولي أنه منذ العام 2011 كانت هناك 180 حادثة على الأقل تعرضت فيها مرافق البنية التحتية للموارد المائية للاستهداف خلال الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالتالي فإن الحصول على المياه يمثل حاليا معاناة يومية يعيشها النازحون قسرا وسكان المجتمعات المحلية المضيفة لهم. في المقابل تلعب المياه دورا أساسيا في جهود إعادة الإعمار والتعافي بعد انتهاء الصراع، وبدورها توثق منظمة اليونيسف افتقار نحو 66 مليون شخص في المنطقة لخدمات الصرف الصحي الأساسية، في حين يعيش نحو 90% من أطفال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مناطق الإجهاد المائي. ولذلك تدعو مختلف المنظمات الدولية لضمان حماية مصادر المياه خلال الصراعات والتعامل معها كمصدر للتعاون لا كأداة للصراع. بس كأحد الأمثلة التي تواجه نقص حاد في المياه، نتحدث عن اليمن، فنصف السكان يعانون من مستويات حادة حتى من انعدام الأمن الغذائي، ويعيش حوالي 20.5 مليون مواطن دون مياه آمنة حتى وصرف صحي، حيث تحولت المياه إلى سلعة رئيسية وذلك ضمن السوق السوداء. نتابع. إنه العطش،
يدفع بمحمد كل يوم للحصول على الماء من هذا السبيل بسبب توقف مشاريع المياه في مدينة تعز. آلاف الأسر هنا تعيش أزمة خانقة مع قلة المياه، لا سيما الصالحة للشرب منها. نحن في حالة ماسة للمياه، لا نستطيع الحصول على المياه، بحيث أن المشروع منقطع منذ 7 سنوات، ومياه الشرب أيضا لا نحصل عليها إلا بشق الأنفس من فاعل الخير أو يعني منظمات. سوق سوداء للماء أيضا. هذه الصهاريج تباع بأسعار باهظة لا يقدر المواطن على شرائها، ومع ذلك تقف الحكومة عاجزة حتى على فرض تسعيرة مخفضة للتسهيل على المواطنين مشقة توفير احتياجاتهم اليومية في الحصول على جرعة ماء. احنا نعاني، لا نقدر والله نشتري وايتات، الوايتات غالين، ونعاني بعد الملح، احنا 4 سنين احيانا معانا ما يحنن، واحيانا معانا وحين نستطيع ان نقول احيانا ما نستطيع. يبلغ المخزون المائي الجوفي في اليمن نحو 20 بليون متر مكعب، فيما تقدر موارد المياه الجوفية بمليار ونصف المليار متر مكعب سنويا، لكنها تهدر بطرق تقليدية في أعمال الري في الأودية، وتحول دون حصول المواطنين عليها كما هو الحال في مدينة تعز. المياه في تعز قليلة جدا، والاحتياج كبير جدا. الاحتياج اليومي يصل إلى 35,000 متر مكعب، بينما المتوفر حالياً 2000 متر مكعب، هناك فجوة كبيرة. ومؤخراً فاقمت الحرب من أزمة المياه في اليمن ووضعت مصادرها تحت سيطرة الأطراف المسلحة، الأمر الذي أوقف الكثير من مشاريع المياه الحكومية. في ظل هذه الأزمة الخانقة في المياه، بات مطلب المواطنين من أطراف الصراع هو تحييد آبار المياه وتشغيل مشاريعها لتأمين شربة ماء. مجد الدين شكري، قناة الحرة، تعز. إذن هذا هو الحال اليوم في اليمن، بينما يحذر خبراء وعاملون في المجال الإنساني من حالة جفاف أيضا تشهدها المنطقة الشمالية من سوريا، حيث توثق بيانات الأمم المتحدة تعرض سوريا لواحدة من أسوأ أزمات الجفاف منذ نحو 70 عاما، بفعل تغيرات المناخ وأيضا بفعل تأثيرات النزاع واستهداف موارد المياه، وبالطبع أيضا الخلافات السياسية مع تركيا التي تتهم بقطع المياه عن سوريا. آمال محمد بتعويض ما تكبده من خسائر في الموسم الزراعي المنصرم لم تتحقق هذا العام على وقع التراجع الكبير في مستوى هطول الأمطار وعدم نمو البذور، ما أدى إلى ضعف في إنتاج المحصول. بسبب الجفاف كثير تأثرنا بالشكل عام بالنسبة للزراعة. عم نتكلف كثير مشان نسقيه ومشان أسمدي ومشان غيره وغيره، مشان إنه الزراعة تكون أحسن، لكن الجفاف أثر كثير. تشير وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري إلى أن انخفاض معدلات الهطولات المطرية في سوريا أدى إلى انخفاض كميات المياه المخزنة في السدود بنسبة 52%، وانخفاض المياه الجوفية إلى حدود حرجة، وعدم وصول المساحات المزروعة إلى مرحلة الإنبات، ما يعني خسارتها. الانحباس المطري صرنا للعام الثالث، كمية الأمطار اللي الهاطلة كمية ما بتعدل، يعني بثلاث سنوات ما بتعدل معدل سنوي واحد، وخاصة العام الماضي وهذا العام كمان شهدنا انحباس مطري لحد اليوم، كمية الهطول ما تجاوزت 100 ملم، ونحن متعارف هلأ بفترة المربعيني. كلمة المربعيني عند القديمين يعني هي ذروة الهطولات المطري والثلوج. استمرار الجفاف في مناطق شمال غربي سوريا انعكس بشكل سلبي على اقتصاد المنطقة، حيث قلل من المحاصيل والأراضي المزروعة وخفض أعداد الثروة الحيوانية والأسماك، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، فزادت معاناة آلاف السكان الذين يعيشون وسط ظروف اقتصادية متردية. حاليا صرنا نعاني من ضعف تداول بشكل عام بالمناطق، أغلب الناس معتمدين على الموسم الزراعي اللي هو كان مثل عبارة عن رصيد قادم للمدخرات الحالية للاستهلاك الحالي. أغلب الناس بتستهلك بناء على الموسم.
الموسم، لكن في الوقت الحالي بناء على الوضع هذا إذا تم الوضع هيك نسبة جفاف راح يكون الموسم صفر. مع غياب الحلول الحكومية وهجر الكثير من المزارعين لأراضيهم الزراعية وانعدام الأمن الغذائي عن أكثر من 12 مليون سوري وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وسط استمرار الحرب والجفاف، يحذر مراقبون من مجاعة قد تشهدها بعض المناطق السورية في حال استمر الحال على ما هو عليه. انخفاض مستوى المياه في عدد من السدود المائية شمال غربي سوريا بسبب شح الأمطار خلال السنوات الأخيرة دفع الكثير من المزارعين إلى الزراعة الموسمية التي لا تحتاج إلى ري بشكل مستمر، ما انعكس على كثير من المحاصيل الأساسية مثل القمح والشعير. يمان السيد، الحرة، محافظة إدلب. إذن نتحدث أكثر حول أزمات المياه ومستقبلها خاصة في دول الحروب والأزمات، وللحديث أكثر ينضم إلينا من مدينة دهوك العراقية خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية أستاذ رمضان حمزة. صباح الخير عليك أستاذ رمضان. بداية، يعني ما تعليقك على تحول المياه لسلعة في السوق السوداء، يعني سلعة للمضاربة وحتى للمتاجرة؟ نعم، اولا صباح الخير. الحقيقه مساله تسليع المياه هي ليست جديده، تسليع المياه ضمن مبادئ هلسنكي انه المياه يجب ان تكون سلعه اقتصاديه حيث يتم بها يعني نوع من الترشيد. وثانيا انه في الولايات المتحده الامريكيه قبل سنه اصبحت المياه في البورصه كسلعه تعرض حالها حال العملات او الموارد الاخرى المعادن وغيرها، ولكن انه يكون حق الانسان في المياه وفي دول اللي هي نعاني منها مثل الشرق الاوسط وشمال افريقيا هذه حاله تختلف تماما. عندما يكون تسليع المياه في حاله الوفره هذا بها وجهه نظر، يعني انه يجب يكون بها ترشيد ويجب ان يدفع الشخص الذي يحصل على المياه سواء للزراعه او للشرب حتى لا يكون هناك نوع من الاستهلاك الزائد او الاسراف الزائد. ونحن نعاني من تغيرات المناخ التي تجتاح خاصه منطقتنا منطقه الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بشكل بارز وبشكل واضح جدا. فمسألة تسليع المياه حقيقة وفي ظل الأزمات والحروب النزاعات الموجودة حقيقة هذه مشكلة كبيرة جدا. نتجت حقيقة أنه أطراف النزاع حاولت تسليح المياه، يعني تسليح المياه أصبحت من ضمن أولويات النزاع بين سواء طوائف سواء داخلية أو الجهات الخارجية. كمثال احنا في العراق داعش استولت على مصادر المياه والسدود والنواظم وهدد بها الحكومة العراقية أو القطاعات العسكرية كجزء من حربها في العراق من 2014. وهذا الحال في اليمن يتكرر وفي سوريا الحالة موجودة. حالة سوريا هي حقيقة حالة دولية، تركيا تستخدم السلاح المياه الفرات، استخدام الفرات كسلاح ضد الحكومة المؤقتة أو الحكومة الكردية القائمة في شمال غرب سوريا. فمسألة تسليح المياه حقيقة أصبحت يعني واضحة وأصبحت يعني علنية، قبل كانت مخفية، كانت يستخدم يعني المياه. النزاعات تضاعف من أزمة المياه في المنطقة العربية، وسؤالي لك هو كيف ترى إذن مستقبل الماء في دول الحروب وكيف يمكن معالجة هذه الأزمة في ظل الافتقار للتنظيم والرقابة؟ نعم، الحقيقة مسألة المياه يعني بها عدة جوانب. ضعف الإدارة والمؤسساتية الموجودة، الدول هذه طبعا أي دول تعاني من تغيرات المناخ وتعاني من النزاع يزداد فيها الهشاشة. الهشاشة جزء كبير أنه هناك بين توفير بين إدارة المياه وبين الهشاشة هناك دائرة مفرغة، هذه الدائرة يجب أن تملأ هذه الدائرة هذا الفراغ الفجوة بإدارة مؤسساتية و يكون ايضا استرشاد بالتقنيات الحديثه. لا يزال يعني دول الشرق الاوسط اللي يعني موجوده كانت بها وفره مائيه في 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 يعني قبل سنوات. فعندما تكون الوفره الانسان يتعود استخدام المياه، فكان هناك يعني حتى الحكومات كانت تساعد الناس اللي تستخدم المياه للزراعه وكانت تكافئهم. هاي المكافاه جعلت من الانسان انه يتعود على وفره مائيه بدون
دون أن يسترشد بها ودون أن يفكر بتغييرات المناخ. يعني الاستشراف في المستقبل في مناطقنا الموجودة شرق الأوسط شمال أفريقيا يعني معدوم. فإحنا من واجهنا مواسم الجفاف المتكررة، وبدأت هذه الحروب جزء من عندها كانت هي حروب مياه. أنا أشوف حرب تركيا في سوريا حرب مياه واقتصاد، ومن باب يعني طبعا نظام سياسي أنه إعادة الإمبراطورية العثمانية، وكذلك حربنا مع إيران هي كانت مسألة مياه من 1980، وكذلك اليمن والسعودية. مجموعة العوامل هذه تعني أن المياه أصبحت في صدارة الأجندة السياسية لهذه الدول. وطبعا البيئة متوفرة، يعني الربيع العربي مثلا سارع من أنه يكون في سوريا حالة عدم الاستقرار، لأن هي كانت جفاف لسنتين متتاليتين، والظروف السياسية ساعدت أنه تكون. نعم. هذا على صعيد يعني حرب المياه دعنا نسميه. نعم. لكن دعنا نوضح للمشاهدين طبيعة العلاقة بين الجفاف وملف إعادة الإعمار والتعافي ما بعد الصراع، يعني كيف سيؤثر هذا الموضوع على الإعمار بالتحديد؟ نعم، المياه هي مولد الحياة الحقيقة. بعد انهاء الصراع وبدأ مرحلة الإعمار والتعافي، المياه يجب أن تكون المياه في أولوية الأجندة في الإعمار. يعني توفير المياه يوفر حالة من نوع الاستقرار المعيشي للناس، ونوع من الاستقرار النفسي والاقتصادي، وكذلك التهيئة لزراعة إنه الإنسان يقدر يعتمد في يعني سلسلة الحياة اللي يعيش، انه يكون جزء ضامن لامن الغذاء على الاقل على مستوى اسر او مجتمع صغير. هذا جدا مهم. ثانيا يجب ان يكون هناك بناء القابليات في مجال استخدامات المياه والتوعيه، وكذلك العمل على جمعيات المياه. يعني مستخدمين المياه يجب يكون عندهم درايه ويكون عندهم خبره وعلم باساليب التقنين، اساليب الري واستخدامات المياه المنزلية. فعندما يكون هناك المياه في أولوية أجندة الإعمار والتعافي، يكون جزء مهم في تسهيل وتسريع عملية الإعمار، ومحاولة إنه الإعمار يكون في مجال أو المسار الصحيح للبلد، وعلى ضوءه يكون هناك مجال توعوي ومجال بناء قابليات، وكذلك تحديث المنظومة. بحيث ذكرنا منذ قليل مثالين يتم فيهما اليوم المتاجرة بالمياه، ذكرنا اليمن وسوريا. في رأيك الشخصي ما الحلول التي يمكن أن تتبع في هذه المناطق لمواجهة ظاهرة السوق السوداء للمياه؟ نعم، قبل هذا نشير انه بالعراق صارت مياه في السوق السوداء عندما داعش سيطرت على الموصل. المناطق اللي كانت موجوده في سهل نينوى من الاقليات الاخرى كانت المياه تباع لهم وتباع بسوق السوداء. يعني كانت يعني تعمل عطلوا الابار المائيه، عطلوا منظومات التشغيل ومنظومات الضخ. هذا صار بالعراق. فاللي يصير حاليا في سوريا وفي اليمن هي امثله انه المياه هي المحور الاساسي للحسم العسكري. فالحقيقة يجب أن يكون هناك جانب إنساني، يجب الأمم المتحدة يعني حق الإنسان في المياه، لأن قطرات المياه قطرات الحياة هي هذا. يعني لابد أن يكون هناك جانب إنساني في كل الأحوال. يعني يجب أن تحيط، يعني يكون هناك حياد لمشاريع المياه وتشغيلها للناس. طبعا هنا المشكلة اللي يصير يكون استهداف الناس اللي يعملون في هذه المشاريع. يعني التنمية البشرية في حالات الصراع والنزاع يفقدون الناس اللي مثلا مشغل اللي عنده مهاره السكيلز الفنيه. من يفقد هذا الجزء يعني من 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 المنظومه يصير عبء اخر على المواطن او على المجتمع اللي بيدور به النزاع. وعليه فيجب ان يكون هناك مسائل يعني ينظر بها بعين انسانيه قبل ان تكون حاله حرب او يعني والسياسات النجاحية. الأستاذ رمضان حمزة، شكرا جزيلا لوجودك معنا هذا الصباح. بعد قليل نتابع رأس السنة الأمازيغية بين الاحتفال والاعتراف وبين الحقوق والمطالب المنقوصة. ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. تشير مختلف المنظمات والمؤتمرات الدولية والبيئية إلى ضرورة الحد من التغير المناخي والتخفيف من أثر الكوارث البيئية على سكان كوكب الأرض. وهذا التوجه في الحقيقة هو طريقة تفكير قديمة وليست جديدة. فعلى سبيل المثال يؤكد الأمازيغ الذين ينتشرون في دول المغرب الكبير أهمية التوازن والتأقلم مع الطبيعة والأرض من خلال احتفالاتهم برأس السنة الأمازيغية في 12 و13 من يناير كل عام، ويعتبرون هذه الفترة بداية العام الزراعي. بالفعل أنه العام الجديد 1972، وذلك وفقا للتقويم الأمازيغي. وعلى مر كل هذه العصور والسنوات تمكن الأمازيغ من تطوير وسائل وطرق مبتكرة لحماية محاصيلهم وزيادة ارتباطهم بأرضهم وثقافتهم وهويتهم، وذلك وفقا لمفهوم العيد الأمازيغي بحسب المؤرخين. في تونس اليوم بالتحديد تستعد عدة مدن تشتهر بالتراث الأمازيغي للاحتفال برأس السنة الأمازيغية، وتنظم فيها احتفالات للتعريف بالتراث الأمازيغي وترسيخه. كل هذا في حين يخشى بعض النشطاء الأمازيغ من اندثار جزء من ثقافتهم بتعاقب الأجيال في ظل تجاهل تدريس اللغة والتراث الأمازيغي وتوفير وسائل حمايته رسميا. بالرقص والغناء واستحضار العادات والتقاليد تستقبل هذه الأسر الأمازيغية العام الأمازيغي الجديد. ففي جزيرة جربة كما في غيرها من مدن جنوبية عدة، يتشبث ذوو الأصول الأمازيغية بتراثهم الراسخ في التاريخ وهويتهم التي تصارع متغيرات الزمن من أجل البقاء. نحيو تراثنا من جهتين، جهة أنه مع عدم اندثاره، وجهة الأهم أنه باش الأجيال الجديدة شباب توا يحبوا يحيوه وشارهين عليه. مش معناه يحيوه خاطر باش يتفرجوا في الكلور، معناها شارهين عليه خاطر متأكدين أنه هو هذك هي العادات والتقاليد متاعنا. جلالة وأجيم وأغير ووالغ هي تسميات لقبائل أمازيغية صنعت النسيج المجتمعي الأول لجزيرة جربة جنوب تونس. وتحيي هذه المدن وغيرها منذ القدم الاحتفالات بالمناسبات الأمازيغية. تراث أمازيغي تتوارثه الأجيال ويتغنى به أهالي تلك المدن. طبعا أنا ما زلت محافظ على هذه معناتها العادة والتقاليد في المجتمع متاعنا، برغم أنه نلاحظوا أنه هناك اندثار، ما تفهم اندثار، ولكن الحمد لله والحمد لله في العائلات، هناك بعض العائلات التي معناتها ما زالت إلى يومنا هذا محافظ عليها بشكل عجيب جدا. في إذاعة أوليس التي تختزل في تسميتها الجذور اليونانية لجزيرة جربة، وجد الناشط والأستاذ في اللغة الأمازيغية صالح بن محمود فرصة لتقديم أول برنامج في الإعلام التونسي ينطق باللغة الأمازيغية ويروج لثقافتها. بدينا بالحصة هذه. شنو هو الحصة هذه والحجم التعريف بها؟ تعريف باش بالحضارة الأمازيغية اللي عندها يقولوا ديما في الإعلام التونسي 3000 سنة، ولكن لا يذكرون كلمة أمازيغ ولا يذكرون شيئا عليها. يقول 3000 سنة صحيح، ولكن هي 3000 سنة راهي بدأت الحضارة الأمازيغية. الكتابة الأمازيغية اندثرت علاش؟ خاطر ما لقيناش كتب، ولكن الحمد لله احتفظنا على قلب الكلام. ثم أمازيغي ناطق وثم أمازيغي غير ناطق. لا مازيغ ناطق في جنوب معنى جربة، وغير الناطق هو مازيغي، ولكن احتفظنا بالحياة اليومية. جزيرة جربة تمثل في ذكرى رأس السنة الأمازيغية من كل عام مزارا لعشرات الأسر ونشطاء الأمازيغ من كل البلدان المغاربية لإحياء احتفالات تشهد بحضور الهوية الأمازيغية ومقاومتها للزمن. هذا الاحتفال هو احتفال بالثقافة، بالمورود، بالوجود، يعني هذا الشعب تاريخ يعاد إحياؤه من جديد. عام جديد يستقبله أمازيغيو تونس بإصرار متجدد على تثبيت هوية تقاوم إكراهات الزمن ونزعات التشدد ورفض الآخر، كما يقول المدافعون عن الثقافة الأمازيغية. يمثل الاحتفاء بذكرى رأس السنة الأمازيغية عنوانا من عناوين التشبث بالتراث والثقافة الأمازيغية لدى سكان عدد من المدن الأمازيغية في تونس، مثل مدينة جلالة في جزيرة جربة، حيث يسعى هؤلاء إلى حماية عاداتهم وتقاليدهم من الاندثار. توفيق عايشي، الحرة، مدينة جلالة في جزيرة جربة جنوب تونس.
هذا يعني على صعيد تونس، لكن في المغرب يبدو الوضع أكثر تفاؤلا، حيث اعترفت الدولة بالأمازيغية في الخطاب الملكي لعام 2001، ثم الاعتراف الدستوري حتى باللغة الأمازيغية كلغة رسمية عام 2011. ومع ذلك يتكرر مطلب الحركة الأمازيغية كل عام بضرورة إقرار رأس السنة الأمازيغية الذي يوافق 13 يناير، واعتماده عيدا وطنيا وعطلة سنوية كنوع من الاحتفاء بالهوية والثقافة الخاصة بالأمازيغ. تاغولا طبق أمازيغي من القمح والعسل وزيت الزيتون، وبداخله تدس حبة تمر. من تكون من نصيبه يعد محظوظا في السنة وفق تقليد أمازيغي يحتفي بعطاء الأرض والطبيعة في رأس السنة الأمازيغية. هو أيضا احتفال شعبي، وببداية السنة الزراعية المناسبة يجدد فيها ناشطون أمازيغ مطالبتهم الحكومة المغربية بإقرارها عطلة رسمية. رأس السنة الأمازيغية هو في أصله احتفال شعبي يقوم به كل المغاربة باختلاف انتماءاتهم. هناك من يسميه مثلا إيد يناير في المناطق الأمازيغية، ونفس الأسماء أو يعني يمكن أن نجدها في المناطق الناطقة بالعربية، ولكن الكل يحتفل بهذه السنة. 10 سنوات مرت على إدراج الأمازيغية كثقافة ولغة رسمية في الدستور المغربي، مكنت من تحقيق مكاسب منها تأسيس معهد ملكي خاص بحفظ وإغناء هذه الثقافة. لكنها مكاسب وفق البعض تحتاج أيضا تحقيق تنمية اقتصادية لدى الفئات الناطقة بالأمازيغية في القرى النائية وغيرها. الترسيم في المؤسسات، محتاجين في المؤسسة التعليمية، في القطاع ديال السياحة، في القطاع ديال الثقافة، في القطاع ديال القضاء، وفي القطاع ديال الطب خصوصا اللي عنده علاقة بالصحة، اللي هو هاد الناس الأمازيغ اللي كيعانيوا فيه بالكثير. حنا ما كنهضروش الترسيم، ما كنهضروش على اللغة فقط، وإنما كنهضروا على الأمازيغية كنمط عيش. الشارع المغربي يرى أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية هو وفاء للهوية والانتماء، وجب تبادل التهاني حولها على غرار رأس السنة الميلادية، فيما ردت الحكومة المغربية على مطلب إقرارها عطلة رسمية بتجديد التزامها بتفعيل الطابع الرسمي للثقافة الأمازيغية. وفضلوا الاثنين معا، احتفال والهوية. بالنسبة لنا الاحتفال ما عندوش يعني مناسبة، تقدر تحتفل في أي وقت، يعني مش ضروري يكون مرتبط يعني مثلا الهجرية ولا بالأمازيغية. وجاء أيضا ضمن التزامات الحكومة المغربية تخصيص نحو 100 مليون دولار ميزانية خاصة لدعم الأمازيغية بهدف إدماجها في التعليم والتشريع والأنظمة المعلوماتية والإبداع الثقافي والإدارات والمرافق العامة وغيرها. أسقاس باركي أسقاس مينو، عبارات تهنئة باللغة الأمازيغية يتبادلها المغاربة بمناسبة رأس السنة الأمازيغية في احتفال يراه البعض أجدر وأهم من احتفالات رأس السنة الميلادية لارتباطه بالجذور والانتماء والهوية الأمازيغية. فاطمة بوغنبور، الحرة، الرباط. والحديث أكثر ينضم إلينا الآن من الرباط الناشط الحقوقي والباحث في الثقافة الأمازيغية الأستاذ أحمد عصيد. في البداية صباح الخير عليك أستاذ أحمد، كل عام وأنت بألف خير. أسجاس أمجاس بحلول العام الجديد 1972 أمازيغيا. أتمنى لو تحدثني في البداية عن واقع أبناء هذه الهوية في المغرب العربي اليوم. شكرا أسقاس مينو غدان. طبعا تعرف الأمازيغية نهضة في بلدان المغارب في العقود الأخيرة، فعودة الوعي كان بسبب غلو الدولة المركزية وبرامج التعريب التي جعلت الأمازيغية مهددة بالانمحاء، لدرجة أن الأمم المتحدة اليونسكو وضعت بعض لهجات الأمازيغية ضمن لائحة اللغات المهددة بالانمحاء. وهنا ظهرت حركات مدنية تطالب برد الاعتبار للغة والثقافة والهوية، ورد الاعتبار لكل رموزها، ومن بين هذه الرموز بالطبع رأس السنة الأمازيغية، وأيضا الكثير من العناصر اللغوية والثقافية والهويتية التي تعد خصوصية شمال إفريقيا وخصوصية المغارب، التي طبعت بطبعها كل المكونات الأخرى، طبعت الدين وطبعت كل العناصر
الحضارية بطبع أمازيغي خصوصي عبر التاريخ، ولهذا تكتسي المطالب الأمازيغية دائما طابع العراقة أو الإشارة إلى العراقة التاريخية وطابع التجدر في الأرض وفي المجال الجغرافي بكل المعطيات الأنثروبولوجية والتاريخية والحضارية التي تحملها هذه الأرض. وطبعا الاعتراف السياسي واعتراف دستور الدولتين الجزائرية والمغربية باللغة الأمازيغية لغة رسمية يجر معه كل المطالب الأخرى، باعتبار أن تفعيل الطبع الرسمي يقتضي أيضا حماية الثقافة وعناصر الهوية. يعني من هذه النقطة ذكرت الاعتراف الدستوري والاعتراف باللغة، يعني هناك تفاوت بين الدول حيال هذا الموضوع، يعني كيف ترى الاختلاف بوضع المجتمعات الأمازيغية تبعا لاختلاف قوانين كل بلد؟ يعني نتحدث هنا عن تونس، عن المغرب، عن ليبيا والجزائر. طبعا التاريخ الحديث والمعاصر لهذه البلدان يختلف والسياقات تختلف وتتمايز، ولكن أيضا حضور الأمازيغية من خلال الكثافة السكانية، كثافة الناطقين، أيضا يميز هذه البلدان. فالكثافة في المغرب هي أكثر من تونس أو ليبيا، وكذلك في الجزائر توجد كثافة سكانية معتبرة ومهمة، وهذه الكثافة كثافة الناطقين بالأمازيغ هي تؤثر طبعا في التعجيل بالقرار الرسمي. في تونس ينظر إلى الأمازيغ كما لو أنهم أقلية، لأنه عندما يحتسب عدد الناطقين يعتبرون أقلية، لكن الذين يشعرون بالانتماء إلى الهوية الأمازيغية هم ليسوا أقلية لا في تونس ولا في ليبيا ولا في أي بلد من بلدان المغارب. طبعا طبيعة الأنظمة السياسية أيضا تختلف، فالنظام السابق في ليبيا كان متشددا جدا ضد كل ما هو أمازيغي، ولهذا تأخر الاعتراف إلى الآن، وما زالت يعني عناصر تأثير الأيديولوجيا القومية العربية موجودة في النخبة الحالية لليبيا، مما يجعل مشروع الدستور لا يعترف بالأمازيغية إلى الآن. في تونس أيضا مسلسل التعريب ربما كان أقوى من الجزائر ومن المغرب، لكن بالطبع مرونة الأنظمة أيضا مثل النظام المغربي يجعل أن هناك حوار وطني، يجعل أن هناك نقاش حول الهوية مفتوح دائما، ويجعل أن النخب تتبادل المعطيات العلمية والتاريخية والسياسية وتتغير القناعات بالتدريج. ولهذا وصلنا في المغرب والجزائر إلى إقرار رسمي للغة، وفتح باب تفعيل الطبع الرسمي. وهذه السنة الجديد بالنسبة للحكومة المغربية هو تخصيص ميزانيات مهمة لتفعيل الطبع الرسمي أول مرة في قوانين المالية. الحديث يطول أستاذ أحمد حول واقع الأمازيغ والقوانين المنظمة لحياتهم، ولكن لابد أن نتوقف الآن مع رأي بعض الأمازيغ ومدى رضاهم بالمكتسبات التي حققوها حتى الآن. نتابع سويا. دستور 2011 عرفنا مجموعة من المكتسبات، من بينها قضية الأمازيغية اللي هي كنعتبروها قضية محورية ومهمة وخدات حقها في دستور 2011. طبيعة الحال المجتمع المدني الأمازيغي كيقوم بواحد العمل جبار، واحد المجهود كبير. القضية تستحق أكثر من هذا، ولكن طبيعة الحال للسنوات المقبلة يعني طبيعة الحال أكيد أن الأمازيغية غادي تأخذ حقها. طبعا كاين هناك نوع من عدم الرضا، بدليل أنه كاين تلكؤ تاع الحكومات المتعاقبة هذه مدة ديال 10 سنين. جميع الحكومات تلكأت في الاعتراف بإقرار السنة الأمازيغية كعيد وطني مؤدى عنه. كاين تراجع على مستوى التعليم، على مستوى الإعلام. الأمازيغية هي ماشي احتفال فولكلوري، الأمازيغية هي هوية، هي ثقافة ديال هذا الوطن. بل الأمازيغية بما أنها مذكورة في الدستور وهي اللغة الثانية في البلاد، تحقق كثير من الأشياء اللغة الأمازيغية، بما أننا نرى في الإعلام الرسمي عنده حيز وقت عطيها الدولة على أساس أنهم متواجدين في الإعلام، متواجدين حتى في أشياء أخرى إن شاء الله بإذن الله. الأمازيغ هما بحنا بحالهم ومشرفين ومكرمين، وبحنا بحالهم، والأطر اللي كي احنا مغاربة سواسية، لا فرق بين هذا ولا لا فرق بين شلح وعربي، ما كاينش الفرق.
إذا نستكمل الآن حوارنا معك من جديد أستاذ أحمد، كما استمعت الآن هناك من يرى أن المكتسبات كافية وجيدة ويجب البناء عليها، وهناك من يعتبر أن هناك مماطلات حكومية. فيما يخص رأس السنة بالتحديد، ما هي مبررات المغرب في رأيك للصمت حيال مطالب اعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية؟ طبعا بالنسبة لعدم الرضا فهو يعني شيء ملحوظ، والسبب في ذلك هو أننا أضعنا 10 سنوات في انتظار القانون التنظيمي الذي ينص عليه دستور 2011، وهذا جعل الحكومتين السابقتين تبدوان كما لو أنهما تماطلان وتسوفان في تحقيق هذا المطلب. هناك زمن عقد كامل ضاع بدون تحقيق أي شيء، وكانت فيه تراجعات، وهذا ما عبر عنه بعض المواطنين. لكن بالنسبة لرأس السنة الأمازيغية، هذه السنة كان منتظرا بنسبة كبيرة أن يتم إقرار رأس السنة رسميا كعيد وطني وكيوم عطلة، ولأن جميع العناصر والشروط التي تشجع على هذا الاعتراف صارت الآن متوفرة. فهناك قانون تنظيمي صدر منذ أكتوبر 2019، وهناك مخطط حكومي وضع لتفعيل الطبع الرسمي، وهناك الآن ميزانية يعني 1 مليار درهم لـ5 سنوات، وبالنسبة ابتداء من 2022 هناك 200 مليون درهم فقط لتحديث الإدارة. هناك أيضا ميزانية للتعليم والإعلام وغير هذا. فهذه المؤشرات كلها إيجابية جدا، وكان منتظرا الإعلان عن رأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة، وربما هناك تردد، ربما هناك مقاومة أيضا داخل الدولة، لأنه لا ينبغي أن ننسى أنه في المغرب هناك دائما صراع بين القديم والجديد، وكل خطوة جديدة تقاوم من طرف عقليات قديمة. ولكن التاريخ يقول بأننا نسير في اتجاه التحديث وفي اتجاه مزيد من الدمقرطة، ولا يمكن العودة إلى الوراء. إنه بالرغم من إنه اعتراف المغرب مثلا في الخطاب الملكي والاعتراف الدستوري وحتى باللغة الأمازيغية كلغة رسمية، لكن حسب رأيك لماذا إلى الآن لم يتم اعتماد رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية في البلاد؟ بالطبع عدم إقرارها غير مفهوم، لأن كما قلت جميع الشروط متوفرة، ولم يعد يعني مقبولا أن يستمر هذا التردد لدى الدولة المغربية. فرأس السنة الأمازيغية من أبرز الرموز الهوياتية للأمازيغية، وإنجاحها في التعليم والإعلام وفي الإدارة وفي مجال الصحة وفي يعني مجال الإعلام وفي حتى في المجال الديني، حيث ينبغي أن تستعمل كذلك في الخطب وغير ذلك. هذه القطاعات كلها لابد أن ينعكس تأثير تفعيل الطبع الرسمي فيها على مستوى الهوية. ورأس السنة الأمازيغية ترمز إلى التشبث بالأرض، ترمز إلى حماية البيئة، ترمز إلى الشعور بالتجدر في هوية وطنية، وتشعر وترمز أيضا إلى العراقة التاريخية والعمق التاريخي. ف 1972 هو رقم هام جدا بالنسبة لحضارة شمال إفريقيا. شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، الناشط الحقوقي والباحث في الثقافة الأمازيغية الأستاذ أحمد عصيد، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن إلى الجزائر، وربما إحياء للتراث الأمازيغي أطلقت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر مشروعا بقيمة 175 ألف دولار لترميم ضريح إيمات جاسن في ولاية باتنا شرقية البلاد، وهو أقدم ضريح ملكي أثري محفوظ في شمال إفريقيا. أقدم ضريح ملكي أثري محفوظ في شمال إفريقيا، صنفته اليونسكو تراثا عالميا محميا. إنه الضريح الأمازيغي إمدغاسن بولاية باتنا شرق الجزائر، ووفق المؤرخين فقد بني من قبل النوميديين في القرن الثالث قبل الميلاد إجلالا للملك إمدغاسن أحد أقدم أسلاف القبائل الأمازيغية. حول الضريح تمتد 10 أضرحة أمازيغية على مساحة 500 متر، لكنها تهالكت بفعل الزمن وتنتظر الترميم، خصوصا في إطار الشراكة الجزائرية الأمريكية، حيث أعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر نهاية الشهر الماضي عن تقديم هبة مالية ب 175 ألف دولار
لترميم الضريح. هذه الاتفاقية تتضمن عدة مشاريع، وبما في ذلك أيضا توفير الأجهزة الأمنية والمعدات الأمنية والمضادة للعمليات النهب. الهدف الأساسي من المشروع هذا هو ضمان الاستفادة الاقتصادية من هذه الأماكن السياحية. بالأغاني والألبسة التراثية يحتفل الجزائريون في جميع مناطق البلاد بيناير أو رأس السنة الأمازيغية، ويحضرون أطباقا تقليدية من مختلف الألوان والأشكال. ويأتي الاحتفال بالعام 1972 وفق التقويم الأمازيغي في ظل إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية في التعديل الدستوري للعام 2016. وتدرس اللغة الأمازيغية التي تضم 13 لسانا أمازيغيا في عدد من الولايات الجزائرية، كما تم تأسيس أول أكاديمية للغة الأمازيغية قبل 3 أعوام وفق ما جاء في الدستور الجزائري. محمد رادة، الحرة، الجزائر. بهذا نصل مشاهدينا لنهاية هذه الحلقة من برنامج اليوم. إلى اللقاء. لا تنسوا أن تراسلونا بأرائكم على مواقع البرنامج. إلى اللقاء.